السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. لو عندك طابعة موديل HP Laserjet P 3015 وحابب إنك تعدل أو تضيف لها عنوان IP، في الفيديو اللي معانا النهاردة هنتعلم إزاي نضيف أو نعمل تعديل لعنوان الـ IP الخاص بالطابعة HP Laserjet P3015. فتعالوا بينا نشوف هنعمل كده ازاي. دي الطابعة HP Laserjet P3015، ودي الشاشة بتاعتها، ودي لوحة المفاتيح بتاعتها. الأول هنوصل كابل الشبكة بالطابعة، بعد كده هندوس على زرار أوكي من لوحة المفاتيح بتاعتها، ومن خلال زرارين السهم الأعلى والأسفل هنتحرك في القوائم بتاعتها. هنضغط لأسفل، وهنختار Configure Device، ندوس على زرار أوكي، وبعد كده هنختار IO، ومن IO هنختار Embedded، ومنها هنختار TCP/IP، ومنها هنختار IPv4 Setting، ومنها هنختار Manual Setting. هنختار IP وهنكتب من خلال الأرقام الموجودة في لوحة المفاتيح أو من خلال السهم الأعلى أو لأسفل عنوان الـ IP اللي احنا عايزين. نكتب 192.168.1، ونضغط على زرار أوكي، ونكتب عنوان الـ IP اللي هتخصصه للطابعة. أنا هكتب 1 على سبيل المثال، بعد كده هضغط أوكي. بعد كده بالسهم الأسفل هختار Subnet Mask وهسيبها زي ما هي، هدوس أوكي 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 أوكي، وهنزل على Default Gateway، ومن خلال برضو الأسهم لأعلى أو لأسفل أو من خلال لوحة الأرقام لوحة المفاتيح هكتب الـ IP اللي أنا عايزه، وهو 192.168.1 أوكي 1، وده عادة بيكون عنوان الـ IP بتاع الراوتر. هدوس أوكي، بعد كده هرجع باك لحد ما أوصل للشاشة الرئيسية بتاعت البرينتر. في الغالب بيجيب لي رسالة ريدي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي معانا النهاردة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.